هذا سائل يقول: من اعتقد أن الله جعل هذا القبر مباركا أو تلك الشجرة مباركة، هل باعتقاده هذا، هل اعتقاده هذا شرك أصغر أم وسيلة؟ هذا وسيلة إلى الشرك، مش يدرى أن هالقبر مبارك، مش يدري، ما هي هذا تخرص ولا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل: نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نجزم بشيء إلا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.